وحب أصحابه وحب أهل بيته نور ببهتان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفرق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا سبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلات عند الإله وزاغزاغه بإحسان رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله قلب بالحق تعلم وبغوره راى تعلم يبكي يزعل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا yang keras ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah